وعودة إلى التفاصيل في الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا الجديد في الدول الأوروبية، يبدو الوضع في فرنسا الأكثر خطورة، حيث أعلنت باريس أمس الجمعة تسجيل أكثر من 25,000 حالة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في فرنسا إلى 830,000 حالة. بينما وصل معدل النتائج الإيجابية لاختبار الحمض النووي للفيروس على الصعيد الوطني إلى 12.9%. وفي محاولة لاحتواء الوباء، تم فرض حظر التجول في منطقة باريس وثماني مدن كبرى أخرى اعتبارا من السبت. بالإضافة إلى ذلك، وحسب عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، شهد مجلس الشيوخ الفرنسي عدوى جماعية، وتم تأكيد إصابة 12 موظفا منهم 8 نواب.